السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. كل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة كده دايما يا رب، وربنا يجعله شهر مبارك علينا وعليكم، ورمضان مبارك. طبعا احنا بنيجي قبل رمضان لازم نعمل حملة تنظيف كده للمطبخ، وتنظيف عميق شوية عشان خاطر يبقى معانا طول الشهر، بقى نظافته سهلة عليكي وميسرة عشان خاطر العزومات والاكل والحاجات اللي بتعمليها يوميا كده، وما يبقاش مجهود عليكي وما تقعديش كتير في المطبخ. فلازم تكون التنظيف تنظيف عميق شوية، التنظيف اللي قبل رمضان دي. هقولك على منظف جميل جدا، تنظيفه بصراحة سحر زي ما انت شايفة كده، بمنديل ورق هتنضفي بوتاجازك كله واي مكان فيه دهون، على السيراميك، الشفاط بتاع المطبخ، اي حاجه فيها دهون. عندك فرن البوتاجاز طبعا بيبقى مليان دهون برضو، زي ما انت شايفه كده، يعني حاجه سهله وبسيطه وميسره جدا، ولا دعك بالسلك بقى ولا مجهود ولا الكلام ده كله. بس الاهم حاجه تاخدي بالك منها، انك لازم تلبسي جواندي وانت جايه تنضفي او تعملي تنظيف باي سائل تنظيف يكون قوي زي ده كده. لازم تلبسي جواندي في ايدك، اوعي تغلطي غلطتي. انا دلوقتي عماله بنضف الوش البوتاجاز كله من غير جواندي في ايدي، بس بصراحه انا قعدت لي يجي 4 5 ايام عندي التهابات جامده في صوابع ايدي كلها، وكلها اتجرحت، ويعني لان السائل اللي كنت بنضف فيه دوت حامي جدا جدا، قوي قوي بطريقه فظيعه، هرق ايدي. اللي ينضف عيون البوتاجاز بالمنظر ده ويخليها تطلع بالمنديل بدون سلك بدون دعك، فظيع فظيع بصراحة. يعني لازم جوندي تلبسيه جوندي بلاستيك كده تلبسيه عشان خاطر تحافظي على ايدك. السلام هسيبكوا عليكم بقى ورحمة معاها. الله، ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ بحب اوضح بقى للي بيجي معانا جديد برضو، عشان كل فترة لازم اقول الكلام ده. المبيدات كلها بتجيلنا يا جماعة مادة خام نص لبوة او ربعها، اقل من ربعها، كله حسب ايه نوعه، تمام. احنا بنزودها للاخر، احنا بنزودها لحد مثلا ايه، لحد هنا كده، تمام. ده مثلا ده سوس الخشب، تمام. بنرجه شوية كده، يعني نرجه ساعة قبل ما نيجي نزود، بنرجه شوية وبعد كده نزوده لحد قبل الاخر هنا بشوية، تمام. ده مبيد النمل والصراصير. وحابة اقول لكم على حاجة، ده لما بيقعد شوية بتلاقيه رقد وبقى زي المية، تمام. برضو بنرجه كده شويه كده الاول اهو، وبعدين نزوده عشان ما حدش يقول لكم ده خفيف او مش تقيل او الكلام ده. طبعا لو خرج للعميل كده، العميل مش فاهم حاجه، العميل هيقول لك ايه ده، انتوا بتخموني، انتوا بتعملوا، لو ترش كده مش هيجيب نتيجه. لازم احنا بنزوده للاخر. الشركه بتبعت لنا الماده الخام، ما بتزودوش ميه عشان يبقى سهل في التنقل، بس ده الهدف، يبقى الحاجه سهله في النقل، لان احنا يعني منتجاتنا كلها ميه وتقيله، فهو عشان سهل تسهيلا للنقل بيبعتوا المبيدات كلها كده بالمنظر ده. ده سوس البقوليات اهو، برضو اقل ايه من نصها اهو، برضو بنزودها ميه لحد هنا، تمام. ده السوق دي، ده عناكب، ده مبيد عناكب، برضو بنزوده لحد قبل الاخر بشويه، تمام. ده البق، البق اهو برضو بنزوده لحد قبل الاخر، هي جايه حوالي نصها، احنا بنزودها لحد الاخر لحد هنا كده، تمام. عندنا انواع تانية، عندنا مبيد عته، مبيد عته من غير ستيكر، ما بيحطوا له ستيكر نمل والصراصير عشان يثبت بس ان هو تبع لستر، تمام. وبيتزقوا عليه ورقه ساعات اه ساعات لا، يكتبوا عليه عته، تمام. يبقى كل المبيدات بتجيلنا كلها بالاسلوب ده، كل المبيدات اللي هي عبوه لتر بتجيلنا كده، ما عدا بقى ايه، ده رش البراغيث اهو برده، ماشي. انا جايبه لكم عبوه من كل حاجه عشان يعني نبقى نتعرف عليها على بعض. ده البراغيث برده بنرجه كويس الاول شويه كده، ونزوده برده لحد قبل الاخر، وننبه على العميل. زي ما سمعتوها كده بتتكلم على سائل المنظفات اللي عندها دي كلها تحت اسم لاستر. لاستر هو اسم المنظف اللي بننظف بيه كل حاجة، كل حاجة، تمام. بننظف بيه الدهون، وش البوتاجاز، الحيطان، ملمع للحمامات، ملمع سيراميك، تنظيف سجاد، تنظيف كراسي انتريه، حاجات بقى اللي مثلا الحشرات الطائره ومنظفات، كل حاجه تحت اسم لاستر. زي ما انتوا شايفين كده الازازه اللي معايا بخاخ كده، خلاص زي ما انت شايفه كده معايا ازازه لاستر بخاخ،
هنبخي بيها وش البوتاجاز كده، هيقعد حوالي نص ساعة أو ساعة، هتسيبيه مع نفسه كده لحد ما هو هتلاقيه بيفور الدهون كلها كويس قوي قوي قوي، بيطلعها كويس وبينظف الدنيا كلها، صراحة جميل جدا. بصوا انا كنت يعني بشتغل بكل حماس لان بحب انظف قوي، باجي ساعة التنظيف بصراحة بنسى نفسي خالص، ايديا ما حسيتش بايدي خالص الا بعد ما خلصت البوش البوتاجاز كله، بس الحمد لله يعني جبت كريمات وكده حطيتها على ايدي الحمد لله. بصوا حتى هتشوفوا معايا في الفيديو ان انا بغسل كل حاجة بايدي عادي كده من غير جاويند من غير اي حاجة، بس مش عايزاكم تغلطوا الغلطة دي زيي وتعملوا كده. حافظوا على ايديكم يا جماعة. بصوا 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 الفوران بيعمل فوران في الدهون غريب اهو، ده كده فوران الدهون ديت. انا كان عندنا فرح بنتي كاتبه كتابها الحمد لله عقبال بناتكم يا رب، فقعدني يجي شهر كده انا عن نفسي ما كنتش ببص لوش البوتاجاز خالص، فقلت لازم اشوف حاجه قويه تنضف لي وش البوتاجاز بتاعي لان ما بحبوش بصراحه يبقى بالمنظر ده خالص. بصوا بكل اريحيه خالص وانا شغاله بايدي وبغسل وبحط ايدي في وسط البتاع، يعني بص سبحان الله يا رب الحمد لله. كل ما بفتكر يعني انا بسجل الفيديو دلوقتي والله وايدي برضو ملتهبه جدا. انا مش بخوفكم منه لا، انا بحذركم ان انتم ما تشتغلوش بيه كده بايديكم من غير جوانت ولا حاجه، وفي نفس الوقت من شده قوته ان هو فعلا بينظف بينظف وجميل جدا، بيلمع الاستانلس بينظف الدهون. استخدمي بقى زي ما قلت لك للشفاط، انا عشان ايدي بقى التهبت وكده وباظت، هقعد لي على الاقل يجي اسبوع كده او 10 ايام، طبعا ممنوع اي مساحيق ممنوع اي حاجة لحد ما ايدي يعني ترجع تاني الحمد لله. كنت ناوي اعمل معاكم الشفاط بس ان شاء الله هبعمله في فيديو تاني واوريه لكم، واوري لكم الدهون كمان اللي على الحيطان بصراحة قوي جدا كده. بعد ما خلصت وش البوتاجاز خالص ونضفته ونشفته كمان وظبطته مية مية صراحة، هو كمان هنا في الفيديو درجة النظافة بتاعته مش باينة قوي، بس اقسم بالله اقسم بالله انا نظفت يعني شفت نظافة في البوتاجاز انا مشفتهاش باي منتج قبل كده بصراحة، يعني سبحان الله. يعني بص يعني ممكن اي منتج تاني هتدعكي بالسلكة وتتعبي معاه شوية، بس ده بصراحة ما فيش اي تعب ولا مجهود زي ما شفتي معايا في الفيديو. انا نظفته كده بالمنديل، المنديل كان جميل جدا يعني بص بيفور، والا بقى لو انت عندك كمية دهون اكتر من اللي عندي دي اعمليه قبلها بيوم، يعني بخ البوش البوتاجاز كله قبلها بيوم وغطيه بورقة فويل، او عندك لو عندك الباب الازاز بتاع الوش البوتاجاز غطيه بالباب الازاز بتاعه، هتقوم الصبح تلاقي الدهون دي عبارة عن سايحة كده على وش البوتاجاز زي المية، الله المستعان يعني تحفة بصراحة. لاستر جميل جدا 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 فوق ما تتخيلي، يعني تطلبيه من اي منظفات اي محل منظفات تطلبيه بالاسم كده لاستر، جميل جدا جدا جدا. يا رب اكون افدتكم بقى قبل رمضان عشان يبقى المطبخ بتاعكم نضيف نظافة بزيادة شوية عشان تقعدي طول الشهر مرتاحة، يعني ما تستهلكيش وقت وجهد والله المستعان. كل عام وانتم بخير ورمضان مبارك علينا وعليكم يا رب.